ويعكس تخصيص الدعوة لجلالة الملك خارج دول الجوار عمق أواصر الأخوة والتضامن والتقدير التي تربط بين المغرب والسنغال. تابع في هذا الإطار توضيحات الكاتب والإعلامي عبد الواحد ولاد مولود. إذا ما قمنا بقراءة للعلاقات المغربية السنغالية فهي ترتكز على تعدد الأبعاد. البعد الجغرافي أن المغرب والسنغال تربطهما يعني أو يربطهما مجالا جغرافيا على مستوى القارة الإفريقية. ثم البعد التاريخي وطبيعة الحال كلنا نعلم أن العلاقات المغربية السنغالية هي ضاربة في عمق التاريخ، وبالتالي فعمق العلاقات المغربية السنغالية هي دائما حاضرة على المستوى المنتديات وعلى مستوى تبادل الزيارات وما إلى ذلك. كذلك نتحدث عن المشروعية الدينية لإمارة المؤمنين على المستوى الإفريقي، وهو يعني نستشفه جليا من خلال الحضور الدائم للأمن الروحي أو التجربة المغربية في غرب إفريقيا، خاصة على مستوى دولة السنغال. وبالتالي فدائما يعني التجربة المغربية في السنغال على المستوى الديني فهي حاضرة. كذلك البعد الاقتصادي، ونتحدث هنا حول يعني مشروعية الإنجاز. نتحدث عن مشروعية الإنجاز أن المغرب يعني تربطه علاقات وثيقة بينه وبين السنغال على المستوى الاقتصادي. وبالتالي فهذه هي الزيارة الثانية للسيد رئيس الحكومة لدولة السنغال خلال هذه السنة، مرفوقا يعني بوفد يعني رفيع المستوى. وبالتالي فهذا تحصيل حاصل على تمثيل العلاقة بين المغرب والسنغال من جهة أخرى. من جهة أن السنغال هو يريد يعني الحفاظ على الحليف الجيوستراتيجي ألا وهو المغرب. وبالتالي فالمبادرات الملكية خاصة على المستوى السنغال هي متعددة. فبلغة الأرقام أن هناك تقريبا 8 زيارات لصاحب الجلالة لدولة السنغال، وهو يعني عدد ومن حيث يعني الإحصاء فعدد الزيارات هي يعني أكبر للسنغال في الدول الإفريقية.